النهاردة عايز أقولك أني وعوده صادقة. عايز أقولك أنه لما بيوعد بيوفي مش بيهرب. لما بيوعد هو عارف الوعد اللي بيقوله كويس أنه هيقدر يعمله حتى لو كانت بعد فترات زمنية بعيدة أو كبيرة. النهاردة عايز أقولك صدق لما يوعد. صدق أنه يقدر يغير لأنه هو وعدك بكده. صدق أني ليك مكان في السماء لأنه هو وعدك بكده. صدق أني ليك سلطان على الحياة والعقارب وعلى عدو الخير لأنه هو وعد بكده. صدق أنه هو حيقف جنبك في أصعب مشاكلك وفي أصعب ظروف حياتك لأنه وعد بكده. صدق لما يقولك هاتوا جميع العشور وجربوني، هو وعد أنه هيبارك، هو وعد أنه هيدي فرحة وحيدي سلام وحيدي محبة بطريقة لا تتخيلها. هو وعد بكده. ودايما لما تتكلم مع ربنا تلاقوا كده في الكتاب المقدس على طول. عشان كده عايز أقول لكم على تدريب لذيذ جدا. كتاب يقول كده عن إبرقام: وقطع الرب مع إبرقام ميثاقا. تلاقي ربنا طول ما هو بيتعامل مع إبرقام بيطلع وعود جميلة جدا بالرغم أني اتنفذت بعد فترات كبيرة، لكن الوعد اتنفذ. عايزك تاخد تدريب جميل جدا وحلو قوي، ودي أحلى صلاة ربنا يعشقها جدا، أنك تصلي بالإنجيل. قول له: يا رب أنا قريت الوعد الحلو، أنت قلت كده: من يمسكم يمس حدقة عيني، نقشتكم على كفي، من يمسكم يمس حدقة عيني. قول: يا رب أنا نفسي أخد الوعد الحلو ده أنه مخافش من بكرة، وعايز الوعد ده أنفذه في حياتي ومع بيتي ومع أسرتي وعيالي. قول له: أنت قلت كده: لا تهتموا بالغد بل اهتموا بحياتكم. ما تهتمش ببكرة وما تعولش هم بكرة وتخاف بكرة ممكن يمشي ازاي. لا تهتموا بالغد بس خد لبالك من ملكوت الله وبره. طب يا رب انا عاوز اخد الوعد الحلو ده، انه طول ما انا واخد لبالي من السماء ومن ابديتي وسايب بكرة عليك، أني بدي لك حياة التسليم بالكامل، بسلم لك حياتي، بسلم لك ظروفي، بسلم لك مادياتي، بسلم لك ديوني، أنت هتعرف تسددها. أنت اللي قلت كده: ما تقلقش أنا، لا تخف لأني معك، لا تتلفت. عارفين كلمة لا تتلفت يعني إيه؟ يعني حتى عينك ما تجيش يمين أو شمال. أنا قلت لك أنا معاك، يبقى أنا معاك ما تقلقش.